يقول فضيلة الشيخ: إذا كان عند أحد من أقاربي مال وهو لا يخرج زكاة هذا المال، ولو نصحته لما استنصح لي، فهل يجوز لي أن أخرج عنه الزكاة إذا عرفت قدر ماله؟ لا يجزئه ذلك إلا إذا أذن بذلك ووكلك إخراجها، أما إذا لم يوكلك ولم يأذن لك فإن إخراجك عنه لا يجزي، كما تقدم في الجواب الذي قبل هذا. نعم.